ونتكلم عن شكل المباراة امبارح. يمكن دايما بطولة كاس مصر دايما فيها مفاجآت يا كابتن مدحت. طبعا واحنا طبعا دايما بنسميها بطولة المفاجآت. طبعا فعلا طبعا. حضرتك كنت متوقع السيناريو اللي حصل للزمالك ده كان ممكن يحصل مع الاهلي امبارح في ماتشات الكاس يا سيام؟ كل حاجة ممكن متوقع طبعا في ماتشات الكاس، لان الماتش ده هو ماتش واحد. وفي الماتش الواحد ممكن تكوني انت في الاوف داي بتاعك في مش يومك، والفرقه الثانيه ممكن يعني موفقه تبقى موفقه اكتر منك. فعلشان كده ماتشات الكاس ملهاش اي معيار. تمام. وانا كنت خايف برضو من الماتش ده بالذات، علشان جاي بعد بطوله كبيره جدا احنا عملناها. صح. فبيبقى في فتره بتبقى برضو الحاله النفسيه عند بعض اللاعبين، في بعض اللاعبين بيقدروا يعملوا كنترول على نفسهم في الفتره دي، وفي لعيبه ما عندهمش القدره على انهم يعني يسيطروا على نفسهم يواجهوا اللحظه. فهو بعد فرحه كاس افريقيا، ودي كانت فرحه كبيره جدا طاغيه يعني انا بان طبعا جماهيرنا ومجلس الاداره، ولكن الماتش كنت انا خايف من حاله الانفلات او اللي بيبقى فيه تسيب، بعض التسيب نتيجه طبيعيه لنشوه الفرحه. نشوه الفرحه الحمد لله ان لعبتنا عرفوا يعني يسيطروا ويرجعوا تاني عندهم. والحمد لله ان الماتش رغم ان هو حسام كان فرقه الاتحاد عملت يعني مباراه كبيره جدا. حسام كان نازل التكتيك بتاعه كان تكتيك صح جدا، وكان لغايه اخر دقيقه كان في خطوره دائمه كان الاتحاد بيعملها لحد الدقيقه 89. فالحمد لله يعني احنا الماتش اهم حاجه فيه في الفتره دي بقى دي انك انت تفوز الماتش وتعدي توصل للنهائي، خاصه ان احنا يعني احنا واخدين الرقم القياسي في كاس مصر كمان. احنا واخدين 42 دوري او عندنا 36 كاس.